قالت لي كل حاجه. قالت لي انهم اذوها وتعبوها وما كانتش ذنبها. لا لو مكاني ما كانتش سابتني. فعلا يا علي، هو فعلا مش ذنبها، بس هتعمل ايه؟ ساعات الدنيا بتحط الطوبه في المعطوبه، ساعات الدنيا بتحط متاريس قدامك عشان ما تعديش، بتحط متاريس عشان تقولك اقف هنا، مكانك هنا، بتحط متاريس عشان تقولك الطريق مقفول. عارف يا برو، عارف. المهم انت عامل ايه دلوقتي؟ تعبانه جدا، تعبانه وحاسس ان الدنيا ملهاش طعم من غيرها. علي، اتجوزها يا علي، روح صالحها واتجوزها، يلا. من قلبك يا بالون؟ من قلبي ومن عقلي كمان، يلا. عاوز افرح بيك وعاوز اشوف عيالكم. يعني مش تزعل؟ ازعل من ايه؟ ازعل اني بفرح ابني، حفيدي، حبيبي. انا عايزك تفرح، يلا. وبعدين لا انت ليك ذنب ولا هي ليها ذنب. عاوز افرح بيكم واشوف عيالكم بسرعه قبل ما اموت. مادام زعلان وافقت ليه؟ مادام قلبك مقهور سمحت له يتجوزها ليه؟ ما كنت تتمسك برفضك وتمنع دمهم يختلط بدمنا للدرجات دي؟ دم يوسف هان عليك؟ فيها ايه يعني لو كان تعب شويه؟ فيها ايه لو كان قلبه وجعه شويه؟ ما هو راجل هيستحمل والايام هتمر، بدل ما الايام تقف وما تتحركش عن مكانها وتموت بحسرتك يا بارون. صبرني يا رب، صبرني يا رب.